أذكر لكم فيما يلي قصتين باختصار نتذكرهما لأجل زيادة العبرة وتجديد الهمة في سبيل الله تعالى. إحداهما أن المتوكل حين حرث قبر الحسين عليه السلام وأجرى عليه الماء منع زيارته ووضع الحرس، وكانوا يمسكون بالزوار فيقطعون أيديهم من المعصم كأنهم سراق والعياذ بالله. حتى جاء رجل لاحظوا حتى جاء رجل وهو ملتف بعباءته فامسكوه وقالوا له اخرج يدك لكي نقطعها، فاخرج لهم يده اليمنى فاذا هي مقطوعة، فقالوا له اخرج يدك اليسرى فاخرجها فاذا هي مقطوعة، قال انتم قطعتموها في زيارات سابقة لي. ومع ذلك فهو مقبل للزيارة. ومع ذلك فهو مقبل للزيارة غير خائف ولا هائب، طبقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية: إن لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب شيعته ومحبيه لن تبرد إلى يوم القيامة. وكذلك قصة الرجل الخراساني الذي أرسله المجتمع في خراسان إلى الإمام الصادق سلام الله عليه لكي يدعونه إليهم، فإن له في خراسان 100,000 سيف، فبينما هو جالس عنده إذ أقبل أحد أصحابه المخلصين فأمر الإمام الصادق عليه السلام أن يسجر التنور، فلما ارتفعت ناره قال الإمام لهذا الثاني: اذهب فاجلس في التنور. فوضع نعله على الأرض وجلس في التنور. ماذا هو؟ وأقبل الإمام الصادق عليه السلام على الخراساني كأنما ماكو شيء يسأله عن تفاصيل المجتمع هناك وأحوال الناس هناك في خراسان إلى برهة من الزمن. ثم أمر الخراساني أن يذهب فينظر في التنور، فذهب فنظر فإذا بذاك الرجل جالس فيه وهو يبتسم. فهذه هي نماذج رجالنا المخلصين.